وسؤال في التاريخ لقناة السويس. تاريخ وسؤاله: من هو رئيس الوزراء صاحب أقصر مدة في فترة حكم الخديوي توفيق؟ من 18 أغسطس 1879 ل21 سبتمبر من نفس السنة، شهر وثلاث أيام. شريف باشا؟ شريف باشا كان تاني أقصر، شهر و13 يوم، فرقت على 10 أيام. هلباوي هارد لك. إجابة خاطئة. 18 أغسطس 1879 ل21 سبتمبر من نفس السنة. محمود سامي البارودي؟ طبعاً يا محمود، إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10: نبار باشا، الخديوي توفيق، مصطفى رياض باشا، إسماعيل راغب باشا. عماد مؤنس كنت عايز تقول ايه؟ الخديوي توفيق. طبعا ما قلتش ليه. سالب 10 صعبه الصراحه. غلطان غلطان. طيب دلوقتي